ومشهد اكتر من رائع امبارح شفناه وتابعناه، وفوز قائمه كابتن محمود الخطيب والقضيه ممكن الذكرى الاولى بالظبط بالتمام والكمال زي النهارده من سنه فاتت. قول لي اتفرجت على الماتش ده فين وظروفه كانت ايه؟ في الحقيقه انا دايما بحب اتفرج مع اصدقاء يعني ومباراه اهلاويه يعني وزملكاويه ولا اهلاويه بس؟ لا في مباراه في المباراه دي تحديدا كان معظم الموجودين اهلاويه والحقيقه يعني زي ما تفضلت وقلت احمد يعني مباراه للذكرى للتاريخ لانها زي ما قلت سعاده مزدوجه يعني بطوله افريقيا وامام المنافس التقليدي الزمالك وغالبا بنسبه 100% اعتقد يعني مش صعب انها تتكرر تاني صعوبه انها تتكرر تاني وبالتالي كانت الفرحه يعني فرحتين والحمد لله طبعا يعني انجاز كبير جدا جدا للنادي الاهلي. وعايز اقول لك انها في مباريات كده بتفضل ذكرى مدى الحياه يعني جمهور النادي الاهلي اعتقد الصغيرين والكبار وهتفضل فاكره هذه المباراه لانها فعلا مباراه لتاريخ صحيح يعني صحيح. وللاسف مش عايز اقول للاسف يعني هو جزء من اعباء النجاح طبعا انك انت تحافظ عليه يعني بتهالي انه النهارده الناس لو ما خدتش بطوله افريقيا تقول لك ازاي ما احنا يعني عارف بقى وبيتعاملوا معاها كانها دوري فاهم ازاي يعني عادي انك انت تاخد بطوله افريقيا جمهور النادي الاهلي وحال الفرق الكبيره طبعا صحيح صحيح يعني. صحيح هتكلم معاك طبعا على الاهلي وخصوصا ان لينا عندنا فتره توقف طويله الفريق قدم الحقيقه مردود كويس جدا من بدايه المسابقه لازم يا من يسمع عنه. رايك طبيعي. بس الاول عايز اتكلم معاك على المشهد امبارح ازاي شفته ازاي تابعته وايه اللي اشرف ممدوح شايفه يتبني عليه طبعا مع فوز او تجديد طبعا الثقه في واحد من اساطير النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب لتولي رئاسه النادي لاربع سنوات جايه. خليني في البدايه اشكرك واشكر القناه على المتابعه الرائعه الحقيقه يعني كل الناس الحقيقه بتشيد منبهره امبارح بالتغطيه الرائعه جدا جدا للانتخابات كانها موجوده في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي كانه موجود داخل النادي وبالتالي الحمد لله التطور الرائع جدا جدا في القناه الحقيقه يعني ادى او اعطى للجمهور النادي الاهلي في كل العالم مصداقيه كبيره جدا جدا وخلاص كانه متواجد داخل النادي الاهلي. حاولنا ننقل الصوره بقدر صحيح. الامكان لحظه بلحظه من البدايه للنهايه ده صحيح ونتمنى جداً. يعني ان احنا انا وزملائي كلهم نكون وفقنا في ده بالفعل يعني. مليون مبروك طبعا للكابتن محمود الخطيب لمجلس اداره النادي الاهلي وعايز اقول ان ده الحال الطبيعي لاسباب دايما النجاح بيكون ليه اسباب وبيكون ليه مبررات وبيكون ليه عوامل كتيره جدا جدا عشان تفضل مستمر بهذا الحب يعني امبارح انا مسميه يوم في حب النادي الاهلي لانه الحقيقه التواجد هذا الكم الكبير جدا جدا من اعضاء الجمعيه العموميه بهذا القدر من الحب يا احمد لان مهم جدا جدا الحقيقه انك تروح مش بس عشان تنتخب انت عارف خلاص النتيجه أيوة. مسبقا يعني اعتقد بنسبه 100% كنا كلنا متاكدين انه خلاص مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل يعني كان في يعني 1% مثلا او 2% في منافسه شويه على بعض على كرسي او 2 من الاعضاء المجلس ولكن مجلس كابتن محمود الخطيب وده بناء على ارض الواقع انت حققت انجازات كبيره جدا جدا واعتقد ان كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في الاربع سنوات اللي فاتوا ما تحقق اكتر مما تصوروا الجميع واكتر مما كمان صحيح. اعتقد مجلس اداره وعد به الجمعيه العموميه وجمهور النادي الاهلي. هو الفارق بين المره الاولى والمره الثانيه هو انه قد يكون نجاح الكابتن محمود الخطيب في الدوره الاولى في مواجهه طبعا المهندس محمود طاهر ورجل مشهود ليه بالكفاءه طبعا صحيح. لكن قد يكون نجاح كابتن الخطيب في التوقيت ده كان معتمد على حب الناس ليه وعلى شعبيته وجماهيريته صحيح. وانه مصدر ثقه لكن انا بيتهيالي ان الفوز امبارح ملوش تماما علاقه بفكره الحب والشعبيه والجماهيريه بقد ما هو كان زي ما بيقولوا شرعيه الانجاز الناس شافت اربع سنين حصل فيهم طفره ونقله كبيره جدا على كل المستويات في النادي الاهلي فدي كانت الناس كانت حاسه انه يجب انه المجلس ياخد فرصته للاستمرار في نفس المشوار يعني. بتفق معاك مليون في الميه لانه مش بس حب جمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي الاهلي لكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ولكن ما تحقق على كل الاصعده سواء الاداريه الفنيه الرياضيه الانشائيه في كل الاصعده الحقيقه نجاح كامل نجاح منبهر يعني مبهر الحقيقه لكل الجمعيه العموميه وارضاء لكل جماهير النادي الاهلي يعني انا مش عايز اكرر ما قيل امبارح وما قيل في الاسبوع اللي فات من انجازات مجلس اداره النادي الاهلي في الاربع سنوات اللي فاتت ولكن يعني هحط سبوت على بعض النقط اللي انا شايفها الحقيقه يعني ده مشهد الحقيقه رائع جدا جدا يعني طبعا
انا عايز اقول لك ان الواحد دايما بيبقى مبسوط وسعيد انه مش بس انت بتنتخب رئيس لمجلس اداره النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن هذا الحب من الجمعيه العموميه لكابتن محمود خطيب ولكامل مجلس اداره النادي الاهلي بيدل قد ايه الناس بتشعر انه ما تحقق في الاربع سنوات اللي فاتت مش بس شعبيه كابتن محمود خطيب فعلا زي ما اتفضلت أيوة قلت، ولكن ما تحقق على ارض الواقع انجازات كبيره جدا جدا، وانجازات ان شاء الله كمان انت بتكمل المسيره في الاربع سنوات اللي جايه. انت عندك يعني ان شاء الله فرع النادي الاهلي الجديد في التجمع ان شاء الله خلال شهر او اتنين ان شاء الله يكون جاهز للافتتاح. بتتكلم في شركات النادي الاهلي الثلاثه اللي قام مجلس الاداره بانشائها في الفتره اللي جايه، وهتحقق ان شاء الله انجازات كبيره جدا جدا على المستوى الانشائي ومستوى فرق كمان السياحه، او يعني حاجات كتيره جدا هيقدر النادي الاهلي يستفيد من خلالها. عايز اقول لك انه مجلس اداره النادي الاهلي بالفعل في الفترات اللي فاتت اشتغل بجهد وجد شديد جدا 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 على لارضاء الجمعيه العموميه وكمان لارضاء جمهور النادي الاهلي على المستوى الرياضي. انت بتتكلم في كل الفرق الرياضيه، دي حاجه من الحاجات اللي لاحظتها جدا يا كابتن اشرف. يعني عايز اقول لك النهارده الناس طول ما انا ماشي الناس العاديه اللي في الشارع مبروك لكابتن خطيب، مبروك الناس يعني حتى الناس اللي مش جماعه عموميه ومش اصحاب قرار، بس الناس الجمهور فرحان لانه حاسس انه لا احنا يعني نجحنا، بتشتغل من قلبها نجحنا. يعني ممكن الناس دي ما تبقاش حاسه بالطفره الاداريه ومش حاسه بالطفره الانشائيه، يعني جمهور الاهلي دايما بنتكلم صحيح ان جمهور الاهلي فاهم قصدي بنتكلم في كوره وانجازات جمهور الاهلي شايف اسم الاهلي بيكبر وشايف فرق الاهلي بتتفوق وشايف بطولات الاهلي بتزيد، فيمكن ما يكونش حاسس بالحاجات اللي يحس بيها عضو جمعيه عموميه، لكن حاسس انه الاسم مع يعني تحت اداره كابتن محمود خطيب في الاربع سنين اللي فاتت كبر وعلي ولمع بشكل كبير جدا. عشان كده الناس يعني النهارده سعيده جدا بفوز كابتن محمود خطيب، واتمنى ان شاء الله ان الناس تفضل في ظهر كابتن محمود خطيب. وعايز اقول لك ان الفترات اللي فاتت، لانه انت دايما بتتكلم في بعض الاوقات عن السلبيات اللي كانت موجوده، يعني في بعض الاوقات شفنا بعض الاتهامات لمجلس الاداره وشفنا بعض الاتهامات لشخص كابتن محمود الخطيب وبعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ العمري فاروق. كل هذه القضايا وكل هذه الاتهامات كلها الحمد لله قبل الانتخابات اللي اقيمت امبارح وقبل نجاح مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل كلها انتفت وانتهت بحكم قضائي، وده يدل على ان مجلس اداره النادي الاهلي الحمد لله ماشي بخطى ثابته جدا بشكل رائع جدا جدا على ارض الواقع. اتمنى ان شاء الله الدعم الكامل لكل مجلس اداره النادي الاهلي الفترات اللي جايه، لانه هذا المجلس الحقيقه بيشتغل باخلاص وجهد وحب شديد جدا 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 للنادي الاهلي. بنشوف كابتن خطيب في اشد المحن وفي اصعب اللحظات موجود بشكل شخصي، رغم انه في بعض الاوقات بيكون مرهق جدا وتعبان جدا او مريض بشكل او باخر، وبيكون موجود دايما للاطمئنان على كل ما يخص النادي الاهلي. صحيح. سواء في النواحي الرياضيه او النواحي الانشائيه والافتتاحات و فاتمنى ان شاء الله الدعم الكامل لكابتن محمود خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لانهم الحقيقه ناس بتشتغل من القلب، ناس بتشتغل بحب شديد جدا جدا للنادي الاهلي واخلاص للنادي الاهلي. واهم ما يميز هذا المجلس او كابتن محمود خطيب انه دايما بيقول احنا بنشتغل لبيتنا، دايما بنشتغل من القلب وبحب لبيتنا، لانه ده يعني حقه علينا، ودي الحقيقه الكلمه اللي دايما كابتن محمود خطيب بيقولها. يعني صحيح. هتنقل معاك لعندي ملفين مهمين جدا. طبعا الملف الاهم والابرز الاسبوع ده يمكن او الفتره اللي جايه كلها هو منتخب مصر اللي هيسافر ان شاء الله بالسلامه النهارده لقطر ان شاء الله عشان يستعد طبعا لثلاث ماتشات.